اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. معكم راني، واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. بهذا الفيديو راح ناقش موضوع هو امتين بتحسب حالك محترف وشو الشروط لحتى توصل لمرحله الاحتراف. واحنا ما بنحكي احتراف بشغله واحده، يعني مش انه والله واحد صار مثلا يعني بعرف لما اخذ مستر صغير، بس انه مش عن الفاره، يعني انه والله قد ايش صرت انت بتعرف تستعملها بشيء. اوكي، نحن بنحكي امتين بتصير تحسب حالك خبير كمبيوتر على الكمبيوتر مثلا. اوكي، امتين بتحس حالك خلص انت لما تفوت عند ناس وبتعمل معاهم مقابله بتعملها وانت مش سهل، عجبهم عجبهم، ما عجبهمش لاجرك. عرفت كيف؟ فالطريقه هو انك اول شيء لازم نخلص كذا شغله وراح نعدهم مع بعض، وشو اسمه لازم يكون يمر عليك 10 سنين تقريبا هيك شيء، يعني ما تاخذش العشرة 10 اوكي على قد، بس لازم يمر عليك فتره طويله من هالسنين يعني اوكي من عمرك. وعم نحكي عن 10 سنين بعد التخرج. طيب بتطلع هيك واحد فيكم المبتدئ اللي ما بيعرف شيء بيصير شو هذا اوكي بيصير يخاف؟ لا القصه مش هيك، القصه انك انت لما تخلص دراستك تروح تشتغل وبتكبر وبتنمو وبتتطور وكل شيء، بس انت الفتره اللي بلش تحس فيها حالك انك انت قدها هو ما يمر عليك 10 سنين. اوكي، في ناس 15 حسب شو بعرفني، بس هالسنين هيدي لازم تكون مرقت فيها وطولت تحس حالك انك خلص. مين ما يسالك مش مشكله، عندك ما عندك شيء هذا شو فيه؟ فهمت شو؟ يعني اللي عنده عنده، اللي ما عندوش ما عندوش، يعني مش هالمشكله يعني. تمام، فقط شيء لا يعطيه. طيب اذا شو هي الاشياء اللي بتخليك تحسسك انك انت قد المهنه وبتبذل هيك زي واحد زي ما حكينا شوي انه بفوت وبدق الباب ومستعد؟ عرفت كيف؟ عنده هالثقه بالنفس العاليه انه انا قدها وانا بعملها وما بخاف. شو؟ طيب انت هنا بتصير الشغله، اولا بدك تخلص هالشغلات التالية. اولا بدك تكون بلش انت صار عندك مهاره في الاداره العامه، لازم يصير عندك مهارة في المبيعات والتسويق، لأنه هدول الاثنين الإدارة العامة والتسويق والمبيعات والمشتريات كمان، هاي كلها هاي هي الشغل. تمام، لأنه أنت بتبيع شو؟ بتبيع كل شيء اسمه كمبيوتر. أنت مثلا إحنا لأنه قناتنا تبعية كمبيوتر، أنت هون بتعطي بتتعاطى بأمور الكمبيوتر، فهاي الاثنين هدول الإدارة والمبيعات والتسويق وال شو اسمه؟ والمشتريات، بكون فهمان شو عم تعمل. تمام؟ اذا كان محاسبتك شيء بسيط ما بتحتاج تجيب محاسب، اذا محاسبتك كثير ضخمه بدك تجيب محاسب. فهمت كيف؟ طيب بعدين كمان اذا فتحت مؤسسه اوكي وصارت، يعني اذا فتحت لك شغل بدك بلش تفهم الامور القانونيه. هلا انا من حيث انا ما عندي لا مؤسسه ولا شيء، انا بعدني موظف ما بشتغلش غير كله على يعني على قدي، لا في قانون ولا في شيء غير انه مثلا اذا اختلف مع حدا يعني مش اكثر من هيك بالنسبه للشغل يعني، بس فيما يتعلق بالشغل. طيب فاذا هول اللي هن باول شيء بيكونوا معك. هلا من حيث الامور التقنيه الاشياء يعني بضعتك هيك كمبيوتر بكون فهمان البرمجه مظبوط، والبرمجه لما اقول لك فهمان يعني مش انه والله انا بتعوب ولا بتاع اندرويد، هذا غلط. تمام، ممنوع تكون هيك، بتكون تفهم في عمل وإدارة مشاريع برمجية بغض النظر عن شو المحتوى. أوكي؟ طبعاً أكيد يعني أنا بحكي لك عن حالي إنه في مطارح أنا ما بقدر أعطي فيها بس بفهم فيها، يعني إذا حتى سألك مثلاً شو الأوبن جي إل مثلاً؟ قلت له والله هي للجيمز وببلشوا فيها كيت 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 وبتعمل هيك 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 وشو بتحتاج ومش عارف إيش. هيك بدك تكون بهالطريقة على الأقل، هذا أقل الإيمان يعني. عرفت كيف؟ مش تكون والله طشمة زي الأطرش بالزفة مش عارف ربك وين حاطها. عرفت كيف؟ اكون فهمان شو عم تساوي. اوكي، ولما تفوت انت بموضوع معين بتقدر تخلص فيه لوحده. فالسؤال بتسال نفسك، هل انت قادر تخلص؟ بتعرف شلون واحد يخلص؟ مهما اخذت وقت بتعرف تخلص؟ هلا انا من الناس اللي بحب مثلا انه نحن بالكمبيوتر مرات الاشياء بتطول بسبب انه يعني ما بحاولوا قدر الامكان باي شيء مشاريع برمجيه ما تلزموا حالكم بوقت، حاولوا مع زبون هيك. هلا في اشياء مضطر الواحد يكون زبون مستعجل عليها لانه بده يفوت والله هلا موسم وما شو بده يخلصوا هلا بده يعملوا، واضح. بس انا بقول لك حاول قدر الامكان ما تلتزم مع بوقت، لانه التزام مع بوقت معناها انت بيطلع منتجك فيه مشاكل كثير يعني، بصير بده في خناقه. انا بقول لكم من هلا رح يصير في خناقه، لانه انت بصير تشتغل كرمال الوقت ما عادش تشتغل كرمال الشغله اللي عم تشتغل عليها. اوكي؟
مع انه يمكن تتدرب تصير تحسن من ادائك خلال الوقت هذا، بس انه انا بقول لك لا، لانه في كثير شغلات بحاجه انه يمكن يطلع لك شيء جديد. يعني مثلا تغيرت الادوات، والله صار شيء جديد، يعني بدك تصير تتابع جديد. بتعرف احنا يعني مهنتنا غير مستقره، يعني تمام، كل يوم بيطلعوا لك بتفنجاي جديد وموضه جديده، يعني عرفت كيف؟ مثل موضه البايثون هلا، البايثون بالنسبه لموضه، عرفت كيف؟ سي بلس بلس مش موضه، عرفت كيف؟ سي بلس بلس مانا موضه، ولا الجافا، اوكي، هول مش موضه، كيف؟ طيب انا السي شارب بالنسبه لي موضه مثلا، هاسكل مش موضه، هاسكل علم، هذاك تتعلم برمجه داليه اجباري يعني، تمام؟ المهم ف منكمل هلا. كمان مش بحكي عن هاسكل دائما لانه هو الوحيد اللي بعلمها بالعربي على اليوتيوب، عرفت شو؟ لا جد، لانه فعلا هي الناس اللي بتدرس بالاكاديميه كلهم بيعرفوا اهميه لغه هاسكل لك كمبرمج يعني. المهم فهيك بتكون انت بالبرمجه على انواع، اولا طرق العرض من سطح المكتب، من تليفون، من شو اسمه، من ويب سايت، وبطرق مختلفه اعرف قد ما فيك من كل شغله، تمام؟ يعني ما يكون ملم لما نحط شي يوم بعد 10 سنين لازم، انت ما بتقدرش تضل كل العمر عم تكتب كود يعني، اوكي؟ مش كل الناس عندها القدره تضل تمارس بالكود. فبصير واحد منكم يدور كيف يحصل على موقع اداري عشان ما يضلش طول الوقت ورا الكمبيوتر عم ببرمج، خلي الصغار اللي اصغر منه بالسن هن اللي يقعدوا يبرمجوا. فهمتني شو؟ يعني انا بعرف واحد عنده مهندس مدني، اوكي؟ بطل خلص ما عادش خلق على الدراء على الرسم، خلص ما عمره 55 سنه بكفي. عرفت شو؟ يعني ايه في ناس عندها الهمة بس خلص في اشياء بكفي، عرفت شو؟ ما فيك تضلك هيك طول الوقت عم تعمل اشياء اللي هي كنت تعملها انت وصغير، يعني العمر له حق عليك. طيب فاذا شو اسمه؟ ايه قلنا البرمجة، هاي الشغلة. الشبكات، هلا بدي ننبه لشغلة، قصة الاختبار الاختراق وهذا الشغلات هاي جزء من الشباب من البرمجة، لأنه أنت هناك بس مجرد مختبر، مختبر البرامج يعني، مش بتعملش حالك أنك هاكر، مش هاكينج. أنا مش مؤمن إنه في هاكينج، مؤمن إنه في واحد عرف كيف يلقط الطريق عليك بس، تمام؟ لأن أنا بحكي بشكل علمي يعني، تمام. هلا بالنسبه للشغله الثانيه غير البرمجه، اكيد شو فهمك للشبكات، اوكي، كيف تصمم شبكه وتاسس الشبكه وكل هذا الكلام، ماشي. هلا الشغله اللي بعد منها كمان تفهم باداره السيرفرات، ما حكينا بالاول الاداره العامه، اوكي، جزء منها الفرعي هو انك تستعرف. شفت لو كنك مدير انت عادي وبيعرف بالاي تي كبس كاداره سيرفرات، تحديد كل موظف شو له هذا، ايه والله الله يمسك الرب كل واحد فيكم من رقبته، عرفت شو؟ هي اصعب شيء هي. اذا كان المدير العام صاحب الشغل هو بيفهم بالاي تي بس فاتح مصلحه ثانيه، اوكي، ومشي الشغل هيك، يعني زي كيف واحد يعني هو صاحب التلفزيون بالبيت وهو مشي النت الاولاد الصغار على كيفه، وهو بقول لهم احضروا هالقناه وما تحضرش هالقناه، اوكي، وهو اللي بطعميهم وهو اللي بيسيهم، شو بدكم اكثر من هيك؟ عرفت شو؟ وبيشتغل بشيء ثاني، ببيع كل شيء، ببيع شيء ثاني وبيعه، شو؟ فهذا هو. فايه لازم تفهم بالشبكات وإدارة السيرفرات على لينكس وعلى ويندوز، اوكي، هذا لازم، تمام؟ ويندوز اكيد بتعرفه، لينكس لانك ما بتعرفه، بنصح الجميع يعني الغالبية انا عارف وكل المبتدئين، وانا اصلا ما بعلم المبتدئين بس انا برشد المبتدئين على كل شيء، يعني انا بحاول من وراء هذا الفيديو اقول لكم كيف تعيشوا، اوكي؟ وكيف مهنتك حتعيش فيها. ومشان هيك السلسله اللي احنا بنربط عليها، يعني في سلسله مسار مهنه البرمجه والمعلوماتيه وخبير المعلوماتيه وخلافه، اوكي، من دراسه التقاعد، وهذا الفيديو حينزل بيناتهم، بدك تحضرها كلها، اذا ما حضرتها كلها ما حتفهم انت وين رايح، اوكي، وعلى شو داخل انت، كيف؟ ما تعرفش تخبص، يعني اهم شيء هي. انا كثير ليش بحكي ما تعرفش تخبص؟ كان صار سلوغن علي زي ما بقولوا بالانجليزي، صار شعار، اوكي، او كلمه زي هيك متردده على لساني كثير، ايه، لانه عم نشوف كثير التخبيص زي اللي عم نشوفه على النت، تمام؟ كل واحد صار بده يعمل حاله منظر يعني، فهمت شو؟ احنا ما انا ضد انك تفكر، بس كل واحد بده يعمل بنظر على الشغلات اللي هي شو؟ اساس، فهمت شو؟ لو انك بتنظر للاشياء الجديده اللي طالعه، والله بنحكي، لو انك بتطلع لي مثلا شيء بارادايم جديد في البرمجه، نحكي، اوكي؟
طيب فاذا انت صفه مثل ما حكينا برمجه وشبكات واداره عامه وتسويق وكل وشو اسمه تسويق وتجاره ومبيعات وهيك والصيانه كمان ما ننسى فرع الصيانه. يعني مش معقول انت خلص كمبيوتر ساينس اللي على الشارع بده يجي يتمسخر عليك وبقول لك انت شو بتعرف تصلح كمبيوتر هيك وطلع فيك شو بطلع شو بفهم انه تبع كمبيوتر ببرمج باص اوكي شو فهم اللي طالع من كمبيوتر ساينس بفهم بالبرمجه بفهم انه واحد بفهم الكمبيوتر هاي هي شو فانت تحطش حالك بوضع سيء يعني اوكي موبايل بتعرفش تستعمل الموبايل بتاعك كيف انت كمبيوتر ساينس بتعرف شو الموبايل بتشوف هاي الشغلات اوكي الطلاطيش هاي خلصها بتعرفش عليها شو اسمه بتشوف بتعرفش ناطر خلصهم هاي شو بدهم شو في كمبيوتر من كل خمسة قطع لتعرف قطعه اوكي خلصهم بتشوف شو بده السوفت وير فورما ساعة زمان تتعلم خلصت ساعة يعني حصة هيك حصة بتاخذها مش ضروري ساعة ساعة لا هي ساعة بتخلص مع الوقت تتعود على الاخطاء اوكي وشغلي كمان بالنسبه للفورمات لازم زيدها كمان رغم انه خارج عن السياق ما عادش تعمل فورمات كل ما دق الكوز بتجرب كل الشباب هاي اللي بنشوفها كل واحد مدق الكوز بتجرب تروح تفرمل ما عم بتعرف تصرف مع البرنامج زي كانه نظام تشغيل زي كانه برنامج عادي تخربط بشغله بمطرحه حاول تعرف شو الغلط طلعت لك الشاشه الزرقاء او السوداء وتفر اللي هي حاول تعرف شو معنى رام الخطا وتطلع على جوجل معك اكيد تليفون او حدا ثاني ممكن يساعدك في البيت معاه تليفونات ما عادش تلاقي في حدا يعني هالايام الا ما حدا معاه تليفون اندرويد ما خلص هاي التليفونات هيك عم تنباع تمام الا ما رحم ربي بعده بيستعمل نوكيا انه خايف من قصص التليفونات شو اسمه اوكي على كل ف من الاخر اذا هيك عرفنا كيف احنا مهنتك بدك تصير تحس حالك فيها واثق من نفسك وانت بتحس حالك واثق من نفسك والاشياء اللي حكيتها كلياتها هاي تكون مخلصه اوكي موفقين شباب دير حالكم اوكي وشو بدي لكم بعد اكثر من هيك يعني تمام انا عم بعمل اللي بقدر عليه تمام والسلام اوكي لا تنسى الاشتراك بالقناه وضغط زر اللايك على القناه اوكي حاول تسعى كل عمرك انك تضلك على هدول القطع على هدول الشغلات الخمسه والسته اللي حكيناها تمام والسلام باي